انطلقت اليوم الخميس الجلسة السنوية 25 للجماعة الإسلامية الأحمدية في الديار المقدسة في مقر الجماعة في حي الكبابير في مدينة حيفا، وحضر المؤتمر هذا العام شخصيات عامة ورجال دين وضيوف من البلاد وخارجها، بمن فيهم مشاركون من مصر، الأردن، المغرب، الولايات المتحدة، إنجلترا، كندا، النرويج والسويد، حيث يتعرف المدعوون عن قرب على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجماعة الإسلامية الأحمدية. يسعدنا أن ننتقل مباشرة إلى الكبابير، وينضم إلينا من هناك أيمن المالكي وهو ناظم الشؤون الإعلامية للجلسة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مرام. بداية سيد أيمن، أين تكمن أهمية إقامة مثل هذه الجلسات السنوية بالنسبة للطائفة الأحمدية في ظل ما يشهده العالم من رسائل عنصرية؟ نعم، مرة أخرى تحية لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة في مثل هذا العالم الذي نحيا فيه، المليء بالعنف، المليء برسائل الكراهية وبالعنصريات المختلفة، نحن بحاجة إلى صوت يحيي الجانب الآخر للإنسان، يحيي الروحانية، يحيي مبادئ التفاهم، الشراكة، تقبل الآخر. ولا بد أن يكون هذا الإحياء من خلال الدين، لأن الدين عمليا هو المحرك الأكبر للشعوب. الحقيقة نحن نعقد هذا المؤتمر في الكبابير للسنة 25 أو هذا المؤتمر 25 نعقده هنا لنجمع القلوب، نؤمن معا ساعة، نتعرف حقيقة إلى الله تبارك وتعالى، الذي إذا علمنا فعلا عمليا صفاته وأخلاقه وتخلقنا بها سوف تحل معظم المشاكل، بل كل المشاكل التي تواجهها المجتمعات وكل هذه العنصريات والعنف والكراهيات، وسنجد الكثير من الأشياء المشتركة بيننا. الحقيقة الإسلام دين يدعو إلى البحث عن الأمور المشتركة. نحن تعودنا على رسائل تبحث على الأمور التي تفرقنا وتبعدنا وتبرز الخلافات بيننا. نحن بحاجة إلى أن نبحث عن الرسائل التي توحدنا كبني الإنسان. نحترم روح الإنسان، نحترم حياته، نحترم دمه، إرادته وحريته. نعم سيد أيمن، يعني نحن نشاهد من خلفك الجلسة السنوية للطائفة الأحمدية، يعني واضح أن هناك جمهور يستمع جيدا للخطابات التي تجري الآن. هل لك أن تحدثنا عن طبيعة المشاركين والمتحدثين في هذه الجلسة؟ نعم، الحقيقة الجلسة تدار على مدار يومين، اليوم وغدا. في هذه الليلة تنطلق الفعاليات باللغة العبرية، حيث طبعا الحاضرون من الناطقين والمتحدثين بهذه اللغة. موجود هنا طبعا من الحضور رئيس بلدية حيفا الدكتورة عناد كالش، أيضا هناك كثير من الشخصيات الدينية من رجال الدين المسيحيون، الدروز، اليهود، حضروا هنا معا جميعا للاستماع إلى كلمات تحيي الأخلاق والروحانية كما تحدثنا، وللبحث في الأمور المشتركة التي من شأنها أن تحسن حياتنا في المجتمع، حياتنا المشتركة وعيشنا المشترك فيما بيننا هنا في البلاد. طيب ما هي الرسالة الأبرز الذي تحملها أو التي تحملها الجلسة السنوية هذا العام 25 للطائفة الأحمدية؟ ما هي الرسالة الأبرز؟ الحقيقة الرسالة الأبرز هي تحت عنوان العرفان الإلهي كسبيل لتحسين أمور حياتنا بشكل عام. نحن للأسف نؤمن بأن الناس يجهلون الله تبارك وتعالى حقا، لا يوجد علاقة تبارك وتعالى، صورة الله تبارك وتعالى في أذهان الناس مشوهة. لذلك بما أن الله تبارك وتعالى هو النموذج الأعلى والأكبر لنوع الإنسان، إذا تشوهت صورته في أذهان الناس تشوهت أخلاقهم، تشوهت تصرفاتهم. الحقيقة أن الإنسان يتصرف بالطريقة التي يتخيل فيها إلهه، ويحاول أن يقلد صفات ذلك الإله الذي يؤمن به وأخلاق ذلك الإله الذي يؤمن به. لذلك لابد من معرفة الله حق المعرفة حتى نتمكن من عكس أخلاقه وصفاته فيما بيننا. هناك فقط ستعم الرحمة، سيعم السلام، سيتعم التفاهم والتعايش واحترام الآخر، ستعم الحرية الدينية
وسيهنأ هذا العالم بالسلام وتختفي مظاهر العنف وكل المظاهر الحقيقة السلبية الأخرى. سيد أيمن، أنتم في هذه الجلسة أيضا تستقطبون أناس من مختلف البلدان، ما أهمية مشاركة وإرسال هذه الرسائل لناس يعني لا يوجدون في هذه البلاد فقط، هم من بلاد مختلفة في كل الأقطار؟ نعم، الحقيقة أن رسالة الإسلام رسالة عالمية، لذلك هي عابرة للحدود. اللغة التي نتحدث عنها هنا هي فهمها الجميع، الله الذي نتحدث عنه هو إله الجميع. الحاجات التي نبحثها هنا، حاجتنا للأمن، حاجتنا للسلام، للتفهم، للشراكة، كل هذه الحاجات هي حاجات إنسانية مشتركة، لذلك لا يوجد حدود للرسالة التي نقدمها. الكل مرحب به تحت شعار الحب للجميع ولا كراهية لأحد. كل شريك ممكن أن يكون معنا في هذه الطريق هو مرحب به مهما كان دينه أو لونه أو عرقه، نسير معا نحو تحقيق هذه الأهداف. نعم، شكرا لك جزيل الشكر أيمن مالكي. طبعا ضيوفنا هنا كما ذكرتم. نعم، شكرا لك على بث هذه الروحانيات عبر كاميرا مساواة، وأيضا نشكرك على هذه الرسائل الإنسانية، نحن جدا بأمس الحاجة لها. شكرا لك أيمن مالكي، ناظم الشؤون الإعلامية للجلسة السنوية للطائفة الأحمدية، شكرا لك.